السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سنوة جنجي من قناة فلاش التعليمية. ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. ومعادنا النهاردة مع اصدقائي في الصف الاول الابتدائي، وهندرس مع بعض منهج اكتشف الفصل الدراسي التاني. وعاوز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، المنهج ده يا اصحابي ممتع جدا 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 وشيق جدا جدا جدا، وبيعرفنا معلومات كتير قوي عن كل الحاجات اللي حوالينا. ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم نشوف محتويات الكتاب. اول حاجة المحور الثالث، كيف يعمل العالم. والمحور ده يا حبايبي احنا هنتعلم فيه ازاي بنستخدم التكنولوجيا والالات لتصنيع المنتجات والاشياء اللي احنا بنستخدمها. وده غلاف الفصل الاول، كيف يتم تصنيع المنتجات حول العالم. ومعانا مثال جميل قوي ولذيذ قوي، بص رغيف العيش الجميل اللذيذ دوت، احنا عاوزين نعرف رغيف العيش الجميل اللذيذ ده جه منين. اكيد احنا مش بنقطفه من على الشجره زي البرتقاله، لا ده بيمر بمراحل تصنيع كتيره قوي عشان يبقى جميل كده ولذيذ واحنا بناكله. اول حاجه بتبقى بذور صغننه بياخدها الفلاح يزرعها في الارض ويرويها بالميه لغايه ما تكبر تبقى كبيره كده وشكلها حلوه ولونها ذهبي وتسمى سنابل القمح. يقوم الفلاح واخد سنابل القمح ديت ويوديها حاجه اسمها المطحنه، تبتدي تقشرها ونعمل منها حاجة اسمها الحبوب، بتبقى حبوب كاملة اللي هي البليلة اللي احنا بناكلها. وجزء تاني بيتاخد يقوم الطحان واخده طحنه 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 لغاية ما يعمل الدقيق الابيض الجميل دوت اللي احنا بنعمل منه الكيك وبنعمل منه البيتزا. وبعد ما ياخد الدقيق الابيض دوت يوديه للعجان، يقوم عامل فيه العجان يحطوه المية والملح والخميرة ويعمل عجينة نفشة كده وحلوة وريحتها جميلة، يسيبها لغاية ما تخمر وبعد كده يقوم ايه مدخلها الفرن تستوي وتبقى ريحتها جميله ولذيذه خالص خالص خالص. بص الولد بياكلها وهو مبسوط وسعيد ازاي. ونبتدي مع الدرس الاول وهو بعنوان الاشياء التي تسعدنا. انا عشان شاطره وبسمع الكلام، ماما قالت لي شوفي انت نفسك في ايه وانا هجيبهولك، وشوفي ايه الحاجات اللي بتبسطك وانا هعملها لك. قلت لها يا ماما انا نفسي في ساندويتش همبرجر جميل ولذيذ ويشبعني، ونفسي في موبايل، ويا ماما انا ببقى مبسوطه قوي قوي وانا عايشه في بيتنا الجميل، ونفسي يا ماما في شوز من اللي بينور، ونفسي يا مامي في لعبه جديده. وقالت لي طيب تعالي شوفي الحاجات اللي انت نقيتيها ديت حاجات ضروريه ولا حاجات مش ضروريه. قلت لها يا ماما ايه هي الحاجات الضروريه؟ قالت لي الحاجات الضروريه ديت اللي الانسان ما يقدرش يعيش من غيرها خالص، زي الطعام اللي بيمدنا بالطاقة والشراب اللي هي المية والمسكن اللي بيحمينا واللي احنا من غيرها ما نقدرش نعيش خالص واللي بتخلينا على قيد الحياة. ودي باسمها ايه؟ ودي اسمها الاحتياجات. يبقى ايه هو تعريف الاحتياجات؟ الاحتياجات هي الاشياء التي تجعلني على قيد الحياة او تساعدني على الحياة. طب يا مامي انا بحب اللعبة وبحب اتفرج على التلفزيون وبحب ألعب على الموبايل وبحب أكل كانجي. قالت لي يا حبيبتي دي اسمها رغبات مش احتياجات. طب إيه يا مامي بقى هي الرغبات؟ الرغبات هي الحاجات اللي بتخليني مبسوطة والحاجات اللي بتخليني سعيدة، بس أنا ممكن أعيش من غيرها عادي. يعني أنا لو لعبتش على الموبايل النهاردة مش هيحصل لي حاجة، ولو ما أكلتش الكانجي النهاردة برضو مش هيحصل لي حاجة. يبقى ببساطة كده الاحتياجات هي الأشياء التي تساعدنا على الحياة، يعني من غيرها هنموت، زي الأكل والمية والمسكن والملابس الأساسية. والرغبات هي الأشياء التي تجعلني سعيدة بس من غيرها هعيش عادي جدا. طب نرجع بقى لموضوع درسنا النهاردة، بيقول لنا إيه؟ الأشياء التي تسعدنا. ارسم ولون 5 أشياء تجعلك سعيدا في المربعات ثم قص كل مربع. احنا قلنا البنوتة الجميلة اختارت ايه؟ اختارت ساندويتش الهامبرجر، واختارت المنزل الجميل، واختارت الموبايل، واختارت الشوز اللي بينور، واختارت لعبة جديدة. احنا هنرسم الحاجات ديت وبعد كده نقص المربعات، ويلا نكمل بقية الدرس. مكتوب العنوان احتياجات ام رغبات. احنا عرفنا الاحتياجات هي الحاجات الأساسية الضرورية جدا في حياتنا اللي احنا من غيرها ما نقدرش نعيش، زي الطعام اللي بيمدنا الطاقة، زي المية المهمة جدا 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 في حياتنا واللي هي تقريبا من غيرها ما نقدرش نعيش خالص 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 خالص، زي
المسكن اللي بيحمينا زي الملابس الضرورية اللي بتحمينا وبنحافظ بيها على جسمنا، وهي دي الاحتياجات. يبقى ايه تعريف الاحتياجات؟ هي الاشياء التي تجعلني على قيد الحياة او بتساعدني على الحياة. ونشوف بقى الرغبات. الرغبات ديت الحاجات اللي انا بحب اعملها بس مش ضرورية. يعني انا بحب اتفرج على التي في، انا بحب اروح الملاهي، انا بحب اكل كاندي، انا بحب اشرب عصير، انا بحب العب على الموبايل، انا بحب يبقى عندي هدوم كتير 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 واقعد كل يوم البس طقم، انا بحب يبقى عندي شوزات كتير وايه احمر واخضر واصفر. بس هل انا يا ترى لو ما اكلتش كاندي النهارده هيحصل لي حاجه؟ مش هيحصل لي حاجه. لو ما لعبتش على الموبايل النهارده هيحصل لي حاجه؟ لا مش هيحصل لي حاجه. يبقى الرغبات دي الحاجات بتمنحني السعاده، الحاجات اللي بتخليني مبسوطه. يبقى الرغبات هي الحاجات اللي بتخليني سعيده، بس من غيرها هعرف اعيش عادي وحياتي مش هتتاثر. طيب انا كان عندي بنوته في الكلاس بتقول لي يا ميس صاحبتي بتقول لي ان الشوز دوت حاجه مش ضروريه، وانا بقول لها لا الشوز ده حاجه ضروريه. يا ترى بقى الشوز ده يبقى من الاحتياجات ولا الرغبات؟ فهقول لها ايه، الموضوع بسيط جدا جدا. لو انت ما عندكيش شوز تاني تلبسيه في رجلك يحميها ويحافظ عليها ويحافظ على صحتك، يبقى دوت اكيد من الاحتياجات. لكن لو عندك شوز غيره بس انت عاوزة تشتري واحد جديد عشان لونه عجبك، عشان هو طلع موضة جديدة، يبقى دوت اسمه ايه؟ رغبات. لان الرغبة حاجة انت عاوزاها بس حياتك مش بتتأثر لو ما جبتهاش. يبقى الرغبات هي الحاجات اللي انا بحبها بس هي طبعا مش ضرورية وممكن اقدر استغنى عنها. وبكده احنا عرفنا الفرق بين الاحتياجات والرغبات. ونرجع لموضوع الدرس ونشوف الكتاب كاتب ايه. بيقولك احتياجات ام رغبات؟ قول تتبع النقاط. ضع الاشياء التي تجعلك سعيدا في العمود المناسب. اول حاجة احنا هنمشي على النقط ونتعلم كويس جدا 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 ازاي نكتب كلمة الاحتياجات وكلمة الرغبات. لازم نتعلم نكتبهم كويس اوي اوي اوي. وبعد كده نشوف ايه الحاجات المهمة جدا جدا في حياتنا ونحطها هنا هوت، زي الاكل والمية والمسكن والملابس الاساسية. وهنا الرغبات زي ايه؟ زي اللعبة والشوز اللي بينور والموبايل والكاندي. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا الدرس الاول في المنهج. منروح على الدرس التاني، والدرس التاني بعنوان الاقلام الرصاص. طبعا احنا عارفين ان القلم الرصاص دوت حاجة مهمة جدا 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 في حياتنا وبتلبي رغباتنا واحتياجاتنا. طيب يا ترى بقى القلم الرصاص ده بيتعمل من ايه؟ هل احنا بنقطفه من على الشجرة زي البرتقانة، ولا بيخش الفرن زي رغيف العيش؟ لا، ولا من ده ولا من ده. طبعا يا حبايبي كلنا بنشتري القلم دوت من مكتبة، والمكتبة بتجيبه منين؟ بتجيبه من المصنع. طيب المصنع دوت بقى بيصنعه من ايه؟ واحد هيقول المصنع ده بيصنعه من الخشب، واحد تاني هيقول المصنع ده بيصنعه من الحديد، واحد تاني هيقول المصنع ده بيصنعه من البلاستيك. انا هقول لهم اللي قال من الخشب دوت هو اللي شاطر. ليه بقى؟ ان القلم الرصاص بيتكون من 3 اجزاء اساسية. اول حاجة الاستيكة او الممحاة. والاستيكة يا حبايبي او الممحاة بتتكون من حاجة اسمها المطاط الصناعي. والمطاط الصناعي دوت بيجي من مصدرين. اول حاجة مصدر طبيعي وصديق للبيئة، وهو ايه؟ وهو لب الشجر. وتاني حاجة مصدر مضر بالبيئة، وهو مشتقات البترول. طيب تاني جزء في القلم ايه؟ هو الصاج ديت. مصنوعة منين؟ مصنوعة من الخشب. والخشب يا حبايبي طبعا كلنا عارفين ان هو مصدره الشجر. وتالت جزء فيه هو السن اللي بيكتب دوت، وده مصنوع من حاجة اسمها الجرافيت. والجرافيت دوت بيجي من مناجم موجودة في باطن الارض. ودي كانت قصة القلم الرصاص. تعالوا بقى نرجع للكتاب ونشوف قايل فيه ايه. الاقلام الرصاص، اكمل الجمل ورسم لنا صورة قلم رصاص. اعتقد ان القلم الرصاص يصنع من ايه؟ نقول ممكن الخشب. يعتقد زميلي ان القلم الرصاص يصنع من البلاستيك، الحديد. قلم الرصاص يصنع من زي ما عرفنا هنكتب هنا ايه؟ المطاط الصناعي، الخشب، الجرافيت.
وهذه المواد تأتي من، احنا قلنا المطاط الصناعي بيجي منين؟ من الأشجار. والخشب بيجي منين؟ من الأشجار برضو. والجرافيت بيجي منين؟ من مناجم في باطن الأرض. تمام يا أصدقائي؟ كيفية صنع قلم رصاص. صل كل صورة بالرقم الصحيح حتى يتم ترتيب خطوات صنع القلم الرصاص. طبعا احنا عرفنا ان القلم الرصاص بيتكون من ايه؟ من الجرافيت والخشب والمطاط. طيب احنا بنحصل على الخشب منين؟ بنحصل على الخشب من الاشجار. والجرافيت منين؟ قلنا من مناجم موجودة في باطن الارض. يبقى ايه؟ ادي الاشجار وادي المناجم، هنوصل ايه؟ واحد بيها. وبعد كده بيتم تجميع المواد الخام زي المطاط والخشب والجرافيت، ويبقى دي تاني صورة. وبعد كده بناخد المواد الخام اللي احنا جمعناها ديت ونوديها المصنع، يبقى دي صورة رقم 3. وفي الاخر هتدينا القلم الرصاص الجميل الشقي دوت، يبقى دي صورة رقم 4. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا درس النهاردة. وحد بقى يقول لي احنا تعلمنا ايه من درس النهاردة؟ اول حاجة تعلمنا مراحل تصنيع بعض المنتجات المختلفة زي رغيف الخبز والقلم الرصاص. تاني حاجة عرفنا ايه هي الاحتياجات والرغبات، وعرفنا ايه هما الفرق بينهم. وعرفنا بقى كمان معلومة مهمة جدا 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 جدا، واكيد كلكم ما كنتوش عارفينها، ان سل القلم الرصاص دوت معمول من حاجة اسمها ايه؟ الجرافيت. لازم ما ننساش المعلومة دي ابدا ابدا ابدا. ولازم ما ننساش برضو كلمة الخشب، ولازم نعرف نكتبها كويس اوي اوي اوي. وكلمة الاشجار وكلمة المطاط الصناعي، لازم نعرف يا حبايبي نكتب الكلمات دي كويس جدا جدا جدا. ودلوقتي حبايبي جه معادني ان انا اقول لكم باي باي. بس قبل ما نقول باي باي لازم تعملوا حاجة مهمة جدا جدا جدا، الشير واللايك والسبسكرايب. يلا يا حبايبي اسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.